التقيت زيدان من قبل. دائما قال دائما شاك فوا يجي لالجيري نتلاقاوها. ماذا دار بينكم؟ نعم ماذا دار بينكم؟ هل صحيح انه كان من المعجبين بالاخضر باللوزين؟ كان يدير الفوطو على سبيل ما غادي تكلم فوطو عند راسه كان جال على 11 عام. تحدثت انت مع والدتي زيدان؟ ماذا قالت لك؟ قالت لي في اللي تاع الشومبر تاعها المصور تاع الجال اللي كيبلاصوا بصفه عامه ولكن الصور تاعك اكثر وكان استاد الفاد السيبورتر يحب لو جو تاعي اكسترا. يعني كان حط صور للمنتخب الوطني الجزائري وخاصه تاعي. يعني تكلم عليه بابا تكلم بابا زيد بابا زيد تكلم قال بلي كان معجب سي ان غران فور. شوف دار واحد لابال ما عرفش علاش توافق على بليس بوزو لا كاسيا على جوار قال لهم يفو با اوبلي بلوميا تو هذه صافي بليزير سي ان الجيريا على قلت لكم سي ان الجيريا افون تو.